CODCOI. هام جدا. شوفوا هنا حنشوفوا معناه اولا وين يكونوا ثانيا والفرق ما بيناتهم ثالثا. دونك شوفوا معايا. دونك نجوزوا الاول حاجه اللي هي المعنى لو سونس. دونك نشوفوا شنو هو سي او كومبليمون دوبجي. الكومبليمون دوبجي تو سامبلومون راح نشوفوه هو مكمل للفعل. واش معناها؟ معناتها ما وقع عليه الفعل، يعني ماشي الفاعل هو اللي يدير الفعل. داكوغ، هو اللي يدير لي الفعل الفاعل، بصح المفعول به هذا هو مفعول به. دونك سي او هو اللي وقع عليه الفعل. داكوغ، راح نشوفو معناه اون فرونسي. دونك il complète le sens du verbe، يكمل لي معنى le verbe كيفاش، en indiquant sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. هنا واش معناها؟ واش حبي يقول لي؟ تو سامبلومون يعني الكومبليمون دوبجي هو يبين لي عليه من وقع الفعل. راح نشوفو لا كيس الانواع تاعو. دونك الكومبليمون دوبجي هو عندي سي او دي و سي او اي. يلا نشوفوهم مع بعض. دونك نعاودو نقراوها هنايا اونسومبل. دونك المعنى هو المكمل للفعل للسي او، يعني ما وقع عليه الفعل. اي كومبليت لو سونس دو فيرب ان انديكون سور كوا او سور كي بورت لاكسيون اكسبريمي بار لو فيرب. يلا نشوفو الانواع. اي فوالا، هامليك الانواع تاعو. دونك سي او كومبليمون دوبجي يقدر يكون ديريكت كومبليمون دوبجي ديريكت، ويقدر يكون لي كومبليمون دوبجي انديريكت سي او اي سي او دي. دوكا نشوفو اين يكون، وين يكون هذا السي او، يعني وين يكون عندي سي او دي و سي او اي، وين نلقاوهم؟ نلقاوهم جروب فيربال، يعني لو جروب فيربال اللي هي مجموعه الفعل. كيما شفنا لا فراز فيها جروب نومينال سوجي، كنا درنا الدرس عليه، اللي يحب يشوفو يروح يشوفو يلقاه مشروح تري تري بيان في لا فيديو وحده. دونك الجروب فيربال يعني عندي انا سي او اي و سي او دي اللي هما كومبليمون دوبجي، وين يكونوا مع الفعل. داكوغ، ويكونوا لي مجموعه الفعل اللي هي لو جروب فيربال. هنا حتقولوا لي وين يكون، قبله قبل الفعل ولا مور الفعل؟ هنا نقول لكم يقدر يكون قبل الفعل ويقدر يكون مور الفعل، بصح كي يكون كي تكبروا اللي تشوفوه قبل الفعل. هنا في البريمير راح تشوفوه غير مور لو فيرب. داكوغ، مور الفعل، يعني هنا يهمكم بليك لو سي او دي ولو سي او اي يجوا مور الفعل مباشره. داكوغ، سيام وكامل تقراو ان شاء الله وتقروا لولادكم، يعني راح نتوروا لولادكم باللي سي او دي و سي او اي يقدر يكون قبل لو فيرب. المرحله الثالثه من الدرس تاعنا هي الفرق بينهما، الفرق ما بين سي او دي و سي او اي. يلا نشوفوا. دونك الفرق بيناتهم تو سامبلومون بكل بساطه السي او دي ما يكونش قبله بريبوزيسيون، او سي او اي الكومبليمون دوبجي انديريكت تكون قبله بريبوزيسيون. شكون هي؟ ا اكسون ولا دو. داكوغ، يعني سي او اي نعقلو يكون قبله ا اكسون ولا دو. يعني كي نشوف مور لو فيرب تاعي كاين ا اكسون ولا دو، معناها راني لقيت سي او اي ماشي سي او دي. داكوغ، دونك وعلاش نلقى ا ولا دو؟ باسكو هنايا هذا il répond à la question quoi ولا كي، يعني جاوب لي على السؤال ماذا ولا من، وهذا يجاوب لي على السؤال ا كي ا كوا دو كي دو كوا.
لماذا وبماذا و داكوغ سي سا. دونك هذا هو الفرق ما بين هاد الزوج. راح نروحو لتطبيق مباشر منه، مثال ومنه تطبيق مباشر. دونك شوفوا باش نجبد سي او دي و سي او اي لازم نجبد دابور لو فيرب. هنايا جو تير باردون جو جاتير باردون فوتر اتونسيون. شوفوا هنايا لو منويزيي فابريك دي موبل. هنايا الحاجه اللي حبيت نقولها لكم هي لا فراز توجور تبدا لي ماجيسكول وتخلص لي بوين. ماجيسكول بوين كامل لي فراز بوين. دونك باش نجبد سي او دي سي او اي نروح نقبل نجبد لو فير داكور. دونك لو منويزيي فابريك دي موبل و لو فير. دونك واش نقول لوليدي نقولو و لو فير دابور يعرف لو فير دو لا فراز اللي هو فابريك. انا لقينا لو فير كي نلقى لو فير نروح نشوف واش كاين موراه دي موبل داكور. انا دوكا تهمني هاد الجهه ما يهمنيش هاد الجهه. الجهه درناها تلقاو لا فيديو في صندوق الوصف ولا فلاشان. دونك دي موبل نشوف اسكو كاين ا اكسون ولا دو ما كاش دي موبل. ونشوف واش من لا كيسيون راهو يجاوب لي. هنا اسمو النجار يصنع الاثاث. دونك لو منويزي فابريك دي موبل. النجار يصنع ماذا؟ ماذا يصنع؟ قلت كوا. لو منويزي فابريك كوا ماذا؟ دونك نقول دي موبل. هذا هو. دونك انا لقيتو بلي سي او دي داكور. ودوك نشوف هذا الفيرب بلس سي او دي هذا نسميه جروب فيربال مجموعه تاع الفعل. داكور مكونه من الفعل مع سي او دي ولا سي او اي. هاد الجهه شفناها تقدروا تروحوا تشوفوها في لاشين. نروح لدوزيام فراز جو بونس ا مون فواياج. او اي لو فيرب دائما نبدا بلو فيرب. دونك تروحوا تقولوا لوليدكم يلقى لو فيرب هاو ليك. هنا بونس هو لو فيرب ديالي لو فيرب بونسي يخمم ا مون فواياج. دونك باش نعرف اذا سي او دي ولا سي او اي نشوف اسكو كاين ا ولا دو. هنايا واش راكم تشوفوا كاين فوالا. دونك ا مون فواياج. هنايا عندكم حاجه كاين من داك يكون ا اكسون بصح موراها ا كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو ظرف المكان. دونك لازم تفهموا المعنى داكور. يعني باغ اكزومبل جو في ا تامانغاسيت يعني ا تامانغاس الى تامانغاسيت. هادي نغلق القوس عليها نديرو درس عليها ان شاء الله. بصح جينيرالمون يكون سي او دي سي او اي باسكو هذا واش قريتوه لحد الان داكور في الوحده الاولى. دونك ا مون فواياج شنو هو سي او اي داكور سي او اي. وهذا لونسومبل تاع لو فيرب مع لو سي او اي ديالي هو واش قلنا هو جروب فيربال. نكتبو تحتو نروح ثالثيام فراز لا غازيل. شنو نشوف اذا يتبان لكم بيان. وي لا غازيل سو نوري دو ليرب. وراه لو فيرب هاوليك فيرب سو نورير يتغدى يتغدى. هنايا راني نخمم على السفر ديالي راني نخمم على السفر. دونك لا غازيل سو نوري دو ليرب. لا الغزالة تتغذى بالعشب داكور. ما قلتش تأكل العشب بالعشب. دونك عندي دو ليرب ولا تتغذى بي ولا على العشب. هكا عندي دو صافي سي او سي او اي تري بيان. وهادوما يديروا لي لو جروب فيربال. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوني. و اذا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع اللي تعرفوهم و كبروا لاشان ان شاء الله تكبر. اتهلاو فيها راهي ليكم و سلام.